ست اعتماد. اتفضلي ست اعتماد. ايوه اتفضلي اقعدي هنا. بص يا ست اعتماد، دي كاميرتك ودي اضاءتك، رستقي نفسك. امشي يلا امشي يلا. وجه ميعاد الفقره الثانيه. الفقره دي انسانيه ومؤثره جامد جدي. فقره يجعل بيوت المحسنين عمار، ومعانا الحاجه اعتماد. ازيك يا ماما الحاجه اعتماد؟ اه يا ولدي عايشين. احكي لنا مشكلتك يا ماما الحاجه. ولا مشكله ولا حاجه يا سي جوني. انا كنت متجوزه وعندي 3 عيال، وكنت راضيه وحمد ربنا والحمد لله. لولا الوليه حماته الله يحرقها، وليه عقربه دماغها معاش شحنوشه من ناحيتي، قاعده لي على الساقطه واللقطه يا ولدي. في يوم قامت عركه كبيره قوي قوي بيني وبينها، كلمه مني على كلمه منها جالها جلطه في المخ. جوزي ما استحملش، طب ساكت للصدمه. بعد ما جوزي مات بيومين، الواد الوسطاني سخن جامد قوي قوي، خدناه ودلينا على الوحدة الصحية. الدكتور كشف عليه وقال عنده حالة وراثية، هيفضل سخن كده طول عمره. يلا بخطرة، وإحنا راجعين من الوحدة الصحية ركبنا الميكروباص، قعد تاني قدام والعيال قعدوا ورا. قام السواق اترازل علي كده حبتين، كلمة مني على كلمة مني اتقلب بينا الميكروباص. اطمن ما حصلش حاجة، أنا بخير الحمد لله. غيرش بس الواد الكبير اترش. او ماي جاد، ترش ايه؟ مبيد؟ اسنج يا ولدي، انطرش ما عادش يسمع ولسانه تقل شويتين. الواد الصغير اتكسح خالص، ما عادش ينفع واصل. بس الحمد لله يا ولد، يعني بخير ما حصلليش حاجه. الحمد لله، محروق الباقي. اني واي لو في اي حد عايز يساعد الست دي، وانا شك يتنيل، اتصل بالارقام اللي هتتنيل تظهر على الشاشه عندكم دي.